علاقتي برؤساء المجلس، اولا انا دخلت في عهد داود سيدي باب، ما كانت عندي به حتى شي علاقه نهائيا. من بعد منه جا عثمان، العلاقه اللي كانت هي اللي قلت لك جوج المراسلات الاولى طلبت باش تكون قناه برلمانيه في 84، انا طلبتها في 84، طلبت تكون قناه برلمانيه متلفزة. والطلب اللي طلبت هذا اللي فيما يخص السي احمد عثمان، جا من بعد منه السي جلال السعيد وقال لي معاه واحد المساله، وهو انه كان كيعطي واحد البريم سبيسيال تعويض استثنائي، وكان كيعطي المقربين والناس الديوان ديالو والموظفين اللي في الفرق الاغلبيه اللي في المعارضه. لا انا كنت في المعارضه ديك الساعات، فمشيت باش بغيت ندخل عنده، قلت للمخزني ندخل عنده، ما قال له الى اخره. دخلت شنو بغيتي؟ بغيت كذا، بغيت نعرف. قلت له المقاييس اللي كيتعطى بها هذا التعويض. قال لي ودي حنا كاين جوج تعويضات، واحد كنعطيوه لكل شيء كتاخذو حتى انت، وتعويض كنعطي الناس اللي كيخدموا معايا كيخدموني وتيبقوا من بعد السونس. قلت له حتى انا كنخدمك وكنبقى من بعد السونس. قال لي انت كتسيء الادب وظرف سي بوكر التطواني راه مازال بالحياه. قال له كتب لي به تقرير. قلت له كتب هذا التقرير، مالا التقرير غادي يمنعني من الجنه ولا يدخلني للنار. المسيره طويله، توقفت عليها اسبوع حتى دخل سي محمد سعد العالمي باش عاد رجعت. مباشره فاش ولا سي عبد الواحد الراضي في 26 ديسمبر 1997، انا وليت في 98 كنصور، جا هاد الحدث ديال التصوير وليت محسوب على الديوان ديالو. هذا طبعا شاف الانشطه ديالي وشاف العمل ديالي لدرجه انه عيط لي ودار لي بير وحده. انا كنت في جهه اخرى، لقيت مضايقات في داك اللي جابني حداه من قبل الكاتبه الخاصه ديالو، من قبل اعضاء الديوان، يعني واحد الشيء ما يتصورش، لدرجه انه داني معاه للجزائر. احداث عديده، المهم هو مات الله يرحمه، ما كاين لاش نجبدها. وقعت لي اشياء مع هذا وكتالم، ولكن ما كاين لاش، يمكن قلتها في شي مقال ولا قلتها في شي حاجه مثلا. يعني انا الان علاش كنعاني من هادشي كله؟ عملي تعويض جزافي عن استعمال السيارات الشخصيه. لان علاش عمل لي التعويض؟ كيجي وفد برلماني كيتعمل له برنامج، غيشوف رئيس الحكومه، غيمشي للطريق، غيمشي عند وزير التجاره، غير هذا، لا غيتعشى في البرلمان ولا غيتعشى في شي هذا. انا كنوض في الصباح ما عندي لا سياره، كنهز لاباراك كنصبح انا في الضريح، انا الاول كيجي وكنصورهم، غيمشيو رئاسه الحكومه كنقلب على طاكسي ولا هذا، نمشي ونجد في الليل ملي كيكونوا في العشاء ولا الى اخره، هو جالس حدا الضيف وانا كنمكن له الالبوم. كيتفاجئ كيشوف داك الشيء، لدرجه هذا علاش عمل لي بير وحده، وجاب لي اكثر من 15000 صوره ديال حياته الشخصيه نصوبها له. دار لي تعويض جزافي، قال لي عندك التعويض الجزافي الى اخره. قلت له شكرا. ملي كنت خارج قال لي داك لي نيجاتيف اللي عندك كلهم جيبهم ليا، هادشي في نهايه الولايه، انا ما يمكنليش نعطي لي نيجاتيف، هذه شي حاجه ديال مال مال الشعب، مال ما يمكنليش نفرط في شي حاجه. غدا من غدا يقول لك عطينا النشاط الفلاني وفلاني، فين غتلقاه؟ الان كتصوروا معي هاد الوثيقه، الا زولتي هذاك فين غادي تلقاها؟ ما عطيتهملوش. واحد ربع ايام عيطت لي الكاتبه، تكلم الرئيس، دخلت عنده وقال لي ما جبت بالنيس، ما جبتليش داك لي نيجاتيف. قلت له السيد الرئيس هذوك لي نيجاتيف للبرلمان. هو تفاجئ، ما كانش كيظن انني غنجاوبو هاد الجواب. قال لي ولكن شكون فيهم غير انا؟ قلت له فيهم انت بالصفه ديالك كرئيس مجلس النواب، انا هذوك ما يمكنليش نفرط فيهم. قال لي هو ماشي مشكل، ماشي مشكل، الولايه اللي مورا رجع رئيس وعوملت معامله ربي اللي عالم بها لدرجه الشيء الكثير.